انطلقت في تمام الساعة 6:00 من صباح يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 منافسات كأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى لمسافة 160 كيلومتر، والذي يقام أول مرة بهذه المسافة، وكانت أول نسخة انطلقت في عام 2002 لكأس الملك لمسافة 120 وتوج بها الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمركز الأول. وتضمنت نسخة 17 لسباق الملك 160 كيلومتر 5 مراحل مقسمة باللون الأحمر 40 كيلومتر، واللون الأزرق 35 كيلومتر، واللون الأخضر 35 كيلومتر، واللون الأبيض 30، واللون الأصفر 20 كيلومتر، مع 31 من الفرسان والفارسات من دولة الإمارات ومملكة البحرين، حيث شاركت اسطبلات M7 ب5 فرسان و4 فرسان من اسطبلات MRM و4 فرسان من اسطبلات المغاوير. وشاركت مملكة البحرين ب17 فارس وفارسة، 5 فرسان من اسطبلات فيكتوريوس وفرسان من اسطبلات الرعود والخالدية والنصر والزعيم. حياكم الله مشاهدين مملكة البحرين، تحديدا في سباق الملك. مثل ما انتم شايفين هذه الانطلاقة الأولى في اللوب الأول لمسافة 40 كيلومتر، وما شاء الله اسطبلات المشاركة في دولة الإمارات، اسطبلات M7 وMRM والمغاوير، وكذلك اسطبلات المشاركة من دولة البحرين، اسطبلات فيكتوريس واسطبلات رعود واسطبلات النصر وغيرها من الاسطبلات، والتوفيق للجميع. طبعا حاليا الأجواء ما زالت اوكي، بس ما نعرف على اللوبات الثانية كيف بتكون الأجواء وكيف بتكون السرعة، لأن الحين السرعة عادية. في المرحلة الأولى باللون الأحمر لمسافة 40 كيلومتر انقسم الفرسان إلى مجموعتين، الأولى كانت في الصدارة متكونة من 18 فارس وفارسة من الإمارات والبحرين وبمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتصدرت اسطبلات MRM مع الفارس سعيد المعمري والفارس سيف المزروعي، والمغاوير مع الفارس عبد الله النقبي والفارس الشيخ راشد بن دلموك من اسطبلات M7 ومن البحرين اسطبلات فيكتوريوس واسطبلات الرعود. سباق الملك لمسافة 160 اول مره يقام في المملكه، جاهزيه خيول البحرين؟ احنا باذن الله جاهزين، والاداء حاليا مثل ما تشوفون يعني تونا لحين ما يعني دخلنا في صلب المنافسه، كلنا اليوم يذخر حصانه ويخلي الامور يعني إلى آخر لحظة. 160 كيلو طويلة، باقي بعد ورانا 3 مراحل، أتوقع الأكشن كله بيبتدي من المرحلة الرابعة. مع الظروف المناخية اللي بتكون؟ والله الهواء هو العامل الطبيعي الرئيسي اللي يعيق الخيل، أما الأرضية ممتازة، الكل يشيد بها، ما تتعب ولا تعور الخيل إن شاء الله. وثانيا المجموعة كبيرة مع بعضها البعض، فيتساعدون الخيل ويتشايلون مع بعضهم بعض. الحقيقة أنا حفزان الحين ما أقدر أفكر زود، لكن اللي أطلب من الله أن يوفق الجميع وعلى قدر اجتهادهم على قدر إن شاء الله نياتهم. في الواقع سباق كأس جلالة الملك من السباقات المميزة في مملكة البحرين وحتى منطقة الخليج، نظرا لمشاركة أخواننا فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة معنا، ومثل ما شفت اليوم التواجد الكثيف لفرسان الإمارات والبحرين، مسافة 160 كيلومتر، ولأول مرة في هذه المناسبة نظمنا السباق 3 أيام متتالية. اليوم الأول كان للشباب والناشئين، اليوم الثاني للإسطبلات الخليجية، واليوم للعموم مسافة 160 كيلومتر، 3 أيام قدرة في الواقع. طبعا احنا شفنا في اللوب الأول كانت السرعات يعني ما بين 32 بعدين قلت لي 23، هل هناك تكتيك معين لاسطبلات او اسطبلات البحرين بالذات؟ شيء طبيعي ان السباق 160 كيلومتر يبي له نفس، يبي له لياقه، يبي له تعامل بخبره واحترافيه. الكل طبعا يترقب سباقات 160 كيلومتر، تنكشف الاوراق في المرحله الرابعه وثم التثبيت او تطبيق الخطه في المرحله الخامسه. انا اتوقع اليوم ان الاوراق تتغير. طبعا صحيح منافسة بين فرسان الإمارات الاسطبلات الإماراتية، لكن توقعوا مفاجأة بحرينية.
المرحلة الثانية باللون الأزرق لمسافة 35 كيلومتر. تواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما عودنا فارس العرب بدعمه الدائم لهذه الرياضة، وكانت المرحلة الثانية تقريبا مشابهة للمرحلة الأولى، حيث تصدرت اسطبلات ام 7 مع الشيخ حمد بن دلموك والشيخ راشد بن دلموك المراكز الأولى، كذلك اسطبلات أمارم واسطبلات المغاور واسطبلات الرعود واسطبلات النصر مع الشيخ نجلة آل خليفة، وكانت المجموعة بنفس السرعة لم تتجاوز 25. وصول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى أرض القرية طبعا أنجح السباق، نتري إن شاء الله وصول صاحب الجلالة أيضا في نهاية السباق لتتويج الفائزين. اليوم الفرسان اللي تشوفينهم هذه أصحاب خبرة، والخيل اللي موجود هي أصحاب خبرة، فبالتالي مسافة 160 تفرض عليك احترامها، إذا ما احترمتها بتستبعد في المراحل الأخيرة، فبالتالي السير معقول جدا. يعني سعيد أنا لما أشوف 20 فارس متواجدين في خط واحد في تواجد واحد، فبالتالي هذا اللي احنا نتوقع نتمناه، للرغم الصعب الامارات طبعا ووجود سمو الشيخ محمد بن راشد اللي هو صاحب الدراي والخبره الكبيره في تسيير الامور، اعتقد انه هو وجود على ارض القريه وما بين فرسانه دعم كبير. ودائما انا اقول لما يتواجد الشيخ محمد تعتبر هناك في نقطه تحول والناموس طبعا. المرحلة الثالثة باللون الأخضر لمسافة 35 كيلومتر. المتقدمين في المرحلة الثالثة الشيخ حمد بن دلموك وغيث صقر وحمد الكعبي وسالم الكتبي من اسطبلات ام 7 وعبدالله النقبي ومحمد الفارسي من اسطبلات المغاوير والشيخ نجلة من اسطبلات النصر ومن اسطبلات امارم الفارس سيف المزروعي وراشد المزروعي ومن اسطبلات فيكتوريوس الفارس فهد الخاطري وخالد الخاطري من اسطبلات الزعيم. الحمد لله اليوم مجريات السباق ممتازة 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 تمشي لصالحنا. اليوم أنا استغربت البيس قل من أول مرحلة لثاني مرحلة، ثاني لوب أنا استغربت منها البيس وصل 25 أول ما طلعنا 5 كيلو، من بعد 10 كيلو قل 23، من رجعنا 20، يعني لأن أنا ما لومهم. اليوم نحن يعني مثل ما اقول لك يا اليوم متاح كل فرص انا اتصيدها، اليوم من حقي اني اتصيد الفرص اشوف اللي يسرني. دائما دائما انا بالنسبه لي خيلي ما خاض تجربه 160، اليوم عندنا 160، احاول قد ما اقدر اخزن طاقه الحصان لين اخر مرحله. الخيول المشاركة من دولة الامارات طبعا مش اغلبيتها داخلة على 160، هل هاي تجربة تحدي لهم؟ أكيد أول شيء كل مدرب عارف قدرات خيله، ثاني شيء اليوم إذا أنت كمدرب تبغى تعرف خيلك إذا يلائم حق 160 أو 120 لازم تخوض التجربة. أنا عندي هاي ثاني 160 له، ركض 120 في العلا الشهر اللي طاف وجهز إن شاء الله حق 160، بس الحصان طبيعته ثقيلة يحتاج تحريك ودف، فإن شاء الله نشوف المرحلة الأخيرة مجرياتها. أنا كفارس أقل خبرة من الفرسان الباقي في 160، كونها هاي أول مشاركة 160 لي، لكن الحمد لله رب العالمين، المدربين سمو الشيخ ناصر ما قصروا وإخواني الفرسان ما قصروا صراحة، أنت شايل لآخر مرحلة. احنا تجاوزنا مرحلة الصعوبات كلها، بقى المرحلة الأهم اللي هي المرحلة الأخيرة، وإن شاء الله أنه يكون ختامها مسك. وفي النهاية اليوم الفائز واحد، إن كان احنا ولا أخواننا من الإمارات، بنبارك لهم وبنفرح لهم والله. المرحلة الأولى كان يعني السرعة كانت جدا هادية، المرحلة الثانية خف البيس السباق يعني لدرجة أن قمنا نرد تروت في بعض الأماكن. طبعا السباق يعني تعرفين أنت 5 مراحل ومسافات طويلة، أتوقع أن بيتأنون الشباب يعني لين المرحلة قبل الأخيرة. المرحلة قبل الأخيرة بتكون مرحلة فلتريشن، يعني اسطبلات البحرين مدخلين اقوى خيولهم يعني في هالسباق، ونحن كذلك بعد
افضل خيل جبناها هنا. فاتوقع يعني بحكم يعني كثره السباقات عندنا نحن 160 في البحرين، هذا السباق اتوقع اول سباق 160 عندهم هنا هالسنه. اتوقع الافضليه يعني بتكون للامارات. الظروف الجويه بتساعد الفارس والخيل؟ والله ظروف الجو على الجميع. الجو يعني مو سهل لا على الخيل ولا على الفرسان. اتوقع ان عشان كذي يعني وايد خافين سرعه، ونحن قادمين اخر 20 كيلو تقريبا اللي هو في وجهنا يكون. بتوقع الجو بيضر يعني كذي على الكل. بلا شك هذا فخر لكل فارس يشارك في هذا السباق، سباق مثل ما تقولين مثل كأس العالم او اكثر، سباق ملك. الحمد لله صرنا من الصباح على خطة سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد، كلنا ما نمثل اسطبلات معينة، كلنا نمثل دولة الإمارات، كلنا على يد واحدة، هدفنا هدف واحد هو المركز الأول. والحمد لله الحين الخطة واللي بغيناه تحقق. والله هي الظروف بلا شك ان لازم يعني تصادف هالظروف، فالحمد لله انها عدت على خير. يمكن الغبار والهواء يكون ضدك، يمكن تعرق الامور المرحله الاخيره، زدنا البيس واتوقع انه يمكن ندفع الثمن اللي سويناه، فالله ييسر الامور. السباق صعب لانه شاركنا احنا كذا مره في كاس الملك، هاي اول سنه يكون 160 كيلو، خيول كلها قويه، واللي يثبت على هذا ان كلهم في حصان، اتوقع ان كلهم بيظهرن ضربه واحده خيل، عدد خيل المرحله الاخيره. نحن سرنا على يعني سرعه ال 160، سباقات ال 160، لان اذا كانوا 120 بتكون خطا ثاني. ف 160 عباره عن محافظه يعني على الخيل. المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتر سيطرت خيول ام 7 بتقدم الفارس سالم الكتبي في الصدارة، ثم تلتها اسطبلات فيكتوريوس مع الشيخ محمد آل خليفة إلى قبل الأخير، ولكن جاءت التوقعات عكس ما رتب له، حيث تغيرت أجواء المنافسة بثواني لتحتل الفارسة سيسيليا من اسطبلات فيكتوريوس المركز الأول بخطة وتكتيك وتعليمات من الشيخ ناصر بن حمد باللحظات الأخيرة، ويرفع علم البحرين عاليا تتويجا لاسطبلات فيكتوريوس بالمركز الأول مع علم الإمارات. هذا التحدي الكبير الاسطبلات المتواجدة اليوم معاكم في السباق على ماذا يدعو؟ والله يا على ما نتمنى ولله الحمد ان احنا ننافس بالصوره الطيبه ونشارك هالفرحه ونشارك هذا المهرجان بحد ذاته، هذا ناموس كبير 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 ما راح ننساه طول عمرنا. السباق في صوب وحضور سيدي جلاله الملك وسمو الشيخ محمد بن راشد في هذا الميدان هو بحد ذاته فخر وتشريف لنا كلنا. توجت الفارسه سيسيليا بلقب كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كيلومتر ممتطية صهوة 7 لاسطبلات فيكتوريوس البحرينية، حيث سجلت زمنا وقدره 6 ساعات و24 دقيقة و41 ثانية، واحتل المركز الثاني الفارس الإمارات سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة لنقاسيم بلوم لاسطبلات ام 7 مسجلا زمنا وقدره 6 ساعات و24 دقيقة و43 ثانية، بينما جاء في المركز الثالث الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على صهوة تمام لإسطبلات فيكتوريوس. سباق ولا أروع أبدعت فيه الخيول وأبدعوا فيه الفرسان رغم الأجواء والرياح القوية الباردة، روح عالية قتالية ومنافسة نظيفة شهدتها المملكة في هذا السباق المنظم والرائع في جميع المراحل الخمس. We'll be right back.